بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا من سفر الأمثال إصحاح 6. إحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن النملة والدروس اللي بناخدها من النملة، وأهمها درس رفض الكسل. النملة عنوان النشاط، ووصلنا لعدد 14 لما بيقول في قلبه أكاذيب على الرجل اللئيم أو الرجل الأثيم، يخترع الشر في كل حين. كلمة اختراع الشر دي هتلاقوها كمان جت في سفر الجامعة، ان في حاجة اسمها الشر يخترع أو اختراعات الشر. الشر يتلون كل شوية، يعني في شر جديد اليومين دول، مثلا ازاي يحصل زنا عبر وسائل الميديا، وسائل التواصل، تلاقي علاقات شريرة، حاجات تدخل على شهوات بطالة، هنا دي تجارة جديدة وخطايا جديدة ما كانتش موجودة قبل كده، قبل وسائل التواصل الحديث، أنواع المخدرات، ما دي اختراعات. الأذى للناس فيه اختراعات كتير. فهنا بيقول يخترع الشر. الشر مش بيقف عند شكل قديم تقليدي، لا، الشر بيجدد نفسه. يزرع خصومات. الشرير تعرفه انه بيزرع الخصوم. لأجل ذلك بغتة تفاجئه بليته، في لحظة ينكسر ولا شفاء. طبيعي الشر لازم تفاجئه البلية، يعني الشخص الشرير ما نهايته صعبة ونهايته وحشة، وحتى لو طول شوية لازم تجيله النهاية صعبة. يعني أبشالوم مثلا ابن داود كان شخص شرير وتطاول على الله وتطاول على أبوه، وفي وقت كانت الناس فاكرة خلاص ده اللي هيبقى ملك ووصل خلاص، وبعدين انتهى نهاية وحش، وهو هربان اتعلق من شعره في شجرة كده، وبقوا الشبان يرموا السهام عليه ومات موتة صعبة، وكان متعاجب جدا بشعره الطويل ومنظره الجميل، لكن انتهى نهاية شريرة لأنه هو نفسه كان شرير في حياته. في لحظة ينكسر، يعني الشرير يفضل يتمادى في شره وبعدين فجأة تنتهي حياته نهاية ما كانش يتوقعها، وكل شره يروح لحاله ولا شفاء. أفكركم احنا في سفر الأمثال، هو سفر يدور حوالين اقتناء الحكمة، والحكمة مدرسة طويلة تدخل ما تطلعش منها، والحكمة لابد أن تقتنيها بالصلاة بطلب الحكمة، ثم تقتنيها بالتلمذة، أنك تتعلم الحكمة من مصدر الحكمة ربنا يسوع له المجد وكلامه المحي، ومن القديسين اللي تشبهوا بالمسيح، ثم تتعلم الحكمة من الأخطاء، لأن الحكيم لما يغلط يتعلم، إنما الجاهل يغلط وما يتعلمش فيغلط تاني. وعشان كده هتلاحظوا أن سفر الأمثال بيكلم عن الأخطاء كتير، زي ما بيكلم عن الفضائل دايما بيكلم عن الرذائل، عشان نكره الرذائل ونقتني الفضائل كده نبقى حكماء. فيقول هذه الستة يبغضها الرب وسبعة هي مكرهة نفسه. ده أسلوب أدبي في العرض، عشان يقول سبع حاجات يكرهها ربنا، يقول في ستة وكمان السبعة مهمة أوي، عشان يفكرنا بالرقم يعني. فيكلمنا عن سبع أنواع من الشرور ربنا بيكره. برضو تعبير يبغضها الرب أو مكرهة نفسه، في واحد يقول يعني هو ربنا بيكره، ربنا بيكره الشر، لأنه كما أنه محب للخير هو كمان كاره للشر. ربنا ما يكرهش خليقته، والشر مش خليقته، الشر هو تعدي الخير، الشر هو إرادة عكس إرادة الله، وبالتالي مش ربنا اللي عمله. فما نقدرش نقول أنه كره ربنا للشر دي حاجة يعني كأنها ضد طبيعته، بالعكس كصانع خيرات محب للخير يبقى بيكره الشر. زي ما علمونا الآباء احنا نكره الشر لكن ما نكرهش الشرير. الشرير أو الخاطئ هو إنسان،
إنسان مغلوب من الشر، الشيطان بيضحك عليه، لكن كشر كخطية لازم تكره الكذب وتكره السرقة وتكره الكسل وتكره الشهوات البطالة. كراهيتك للشر تساعدك إنك أنت تغلبه، إنما لو حبيت الشر مش هتغلبه طبعا. فبيقول هذه الستة يبغضها الرب، وسبعة هي مكرهة نفسه. عيون متعالية، أول واحدة يكرهها ربنا، أي أول شر أو طبع شرير، العين اللي تبص من فوق، عيون متعالية، اللي هي خطية التعالي أو خطية التكبر أو الكبرياء. الكبرياء ده خطية سيئة جدا. ليه؟ بيعتبروها الآباء أصعب خطية تعطل الإنسان في خلاصه. والكبرياء خطية ولود، لأنه الكبرياء ده يطلع منه إيه؟ يطلع منه افتخار، الافتخار خطية، يطلع منه غضب، المتكبر سريع الغضب، يطلع منه إدانة، لأن المتكبر يفضل يدين الناس، يطلع منه إباحية، لأن المتكبر يستحل الغلط، المتواضع يخاف يغلط، متكبر تلاقيه حل لنفسه الغلط. الكبرياء يطلع منه ظلم، متكبر ممكن يظلم، ممكن يأذي. المتكبر طبيعته أناني، يحب نفسه، يفكر في نفسه لأنه متكبر. متكبر ما يتوبش لأنه مش شايف نفسه بيغلط. فطبعا دي بتعطل خلاص، لأن واحد شايف أنه صح على طول. متكبر يقع حتى في التجديف مش في الشك. خطية الشك ممكن يعني إيه تتعبنا كلنا. كل توما القديس الرسول العظيم وقع في شك، لكن ما كانش متكبر. فلما ربنا تعامل مع الخطية دي بالتضاع رجع لعقله. لكن لو واحد متكبر الشك يدمن دماغه ويقول ما فيش ربنا ويجدف على الله بسبب الكبرياء. إذن خطية الكبرياء دي خطية صعبة جدا، وهي الخطية العظمى بتاعت الشيطان نفسه، لأنه تصور أنه ممكن يبقى أعلى من ربنا. وهي نفس الحيلة اللي حايل بها الشيطان أبوينا آدم وحواء، تصيران مثل الله. بس وقعوا، عجبتهم الفكرة، تصيران مثل الله، مش محتاجين ربنا، ما تبقوا أنتوا ربنا يعني. فأول خطية هي خطية التعالي. خلي بالكم أنه للأسف الخطية دي منتشر، الناس بتفتكر أنها مش منتشر، لا منتشر. العيون المتعالية، مجرد أنك تنظر بصة عدم احترام لأي إنسان يبقى عندك الخطية دي. مجرد عدم احترامك لأي إنسان، الإنسان ده لأنه أصغر منك سنا، أصغر منك في المقام، في العلم، في الإمكانيات، يجوز تفكيره على قده، يجوز بطيء في حركته، يجوز معلوماته محدودة، يجوز من جنس آخر أو من مجتمع آخر. مجرد أنك لا تحترم أي إنسان هي درجة من درجات الخطية اللي سماها إيه؟ عيون متعالية. في ناس للأسف بتفتكر أنه إمكانياتها وفلوسها تديها حقية أنها يعني تحترم ناس وما تحترمش ناس. وعشان كده الخطية دي عاوزة أن احنا دايما نراجع ضمائرنا عليه. هل في شخص ما أنت مش بتحترمه أيا كان مركزه؟ لأنك لو ما احترمتوش المسيح يقول لك وأنا في الشخص ده، أنا بعتبر نفسي زي الشخص ده، يبقى أنت مش بتحترمني أنا. والعيون المتعالية عيون جهلة مش حكيمة. ليه؟ لأن العين المتعالية بتنسى إيه؟ بتنسى حقيقة أن العينين دي هتبقى شوية تراب بعد شوية. فعلى يعني بيتعالى على إيه الإنسان؟ من هو الإنسان حتى تذكره؟ الإنسان ده إيه عشان يفضل يتعالى كده؟ خطايا الكبرياء منتشرة، والعالم ينفخ الكبرياء في الناس. عدو الخير ما زال يحب يوقع الناس في الكبرياء. في الحياة الروحية الكبرياء يبان في حاجات كتير. يبان مثلا في عدم الطاعة. في واحد أبوه الروحي يقول له أنت محتاج ده، اعمل ده، ما يقبلش. ومخه بيقول له أبونا مش فاهم، أو أبونا غلطان، أو ويحلل لنفسه رفض الطاعة
اللي بيرفض الطاعة ببساطة هو شخص متعالي متكبر مش عاوز يوطي رأسه، وعدم الطاعة دي بتخرب بيوت. مثلا تلاقي الزوجة مش عاوزة تطيع جوزها، أو الزوج مش عاوز يخضع لمراته، لأن الكتاب قال اخضعوا بعضكم لبعض، وكل ده كبرياء. وياما بيوت خربت بسبب الكبرياء، ياما ناس هلكت بسبب الكبرياء وعدم الطاعة. برضو في مجتمع الكنيسة العيون المتعالية قد تكون متعالية باللي بنسميه البر الذاتي. يعني الفريسيين وهم متدينين جدا كان عندهم عيون متعالية. فاكرين الفريسي والعشار؟ ده الفريسي وهو بيصلي كان عنده عيون متعالية، بيقول أنا لست مثل هذا العشار. ده أنت بتصلي يعني واقف تكلم ربنا وعينك لمحت العشار فتعاليت عليه وفاكر صلاتك مقبولة في الوقت اللي صلاة العشار كانت مقبولة. إلى هذه الدرجة ممكن جوه الصلاة جوه الكنيسة تبقى في عيون متعالية. برضو عدو الخير بالبر الذاتي ده يجعل الإنسان أحيانا يستحل الكلام على الناس. يعني إيه؟ يبتدي يتكلم عن الكهنة وعن الأساقفة ويغلط براحته ويتصور أنه فاهم والناس كلها مش فاهمة، أو يقرأ كلمتين ويصاب بإحساس العلم أنه هو عالم وأنه حكيم وأنه عارف، أنه محدش قاري اللي هو قراه ومحدش عارف اللي هو عارفه. وطبعا ده يجي له بر ذاتي ويجي له عيون متعالية. بينما القديسين كانوا فعلا دارسين وعارفين ويقعدوا زي التلامذة لآخر حياتهم ولا يدعوا العلم أبدا. وممكن بسهولة قديس يقول مش عارف، ما عندوش أزمة أن يقول معرفش. أول حاجة نفتكرها تغضب ربنا يبغضها الله عيون متعالية. احذروا يا أحبائي، لأن حين تتعالى على فقير أو على شخص يعني الناس بتبص له بصة كده وحشة، صدقني ربنا يقول طيب أنا هسيبه عشان إيه يقع في نفس الوضع ده. مرة واحد قال لي أنا فوجئت واحد من قرايبي، يعني جاء قضية واتخد له 6 أشهر فيها. كنت بقى مستغرب إزاي واحد يسيب نفسه لحاجة زي كده؟ إزاي يعني إنسان محترم يدخل نفسه في سجن يعني مهما كانت التصرفات؟ قال لي ما فاتش 6 شهور ولبست قضية واتحبست شوي، وكانت حاجة بعيدة تماما عن واقعي وعن شغلي وعن حياتي، ولبست التهمة. وبقيت أقول له رب أنا عارف أنا بدفع ثمن النظرة دي، بس وما كانش بيقول لحد. دي فكرة جواه إنه بص كده لقريبه ده بصت، يعني إزاي تعمل تسيب نفسك لحاجة زي كده؟ عشان كده المسيح له المجد يقول إيه؟ بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد أيها السامعون. ما تكيلوش للناس. لما تشوف حد ملخبط قول ارحمني يا رب وارحمه. التي أمسكت في ذات الفعل غلطانة، بس مشكلة كل اللي واقفين حواليها كانت إيه؟ عيون متعالية، كلهم بص الله بقرف كده، دي إنسانة شريرة. ربنا يسوع ما كانش عند عينين متعالية، ركع وبص في الأرض جنبها لأنه بيدفع ثمن خطايانا، وقال لهم اللي فيكم ما بيغلطش يرميها بأول حجر. يعني أنتوا هترموها بحجر على إيه؟ وفيكم حد بريء؟ فيكم حد ما بيغلطش عشان تدينوها؟ وقال ما جئت لأدين العالم بل لأخلص العالم. لما تفتكر خطاياك لن تتعالى، لما تفتكر نهايتك شوية تراب لن تتعالى. ليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. هذه 6 يبغضها الرب، و7 هي مكرهة نفسه. عيون متعالية، لسان كاذب. تاني حاجة يكرهها ربنا قوي اللسان اللي يكذب. الكذب خطية وحشة قوي برضو في الزمن ده. زي ما في ناس بتتكبر ومش حاسة انها واقعة في خطية كبيرة، في ناس كتيرة بتكذب ومش معتبرة ان الكذب ده مصيبة، بتعتبره شطارة، بتعتبره عادي، ما كل الناس يعني بتكذب. بينما في آيات كتيرة تخوف لدرجة ان في العهد الجديد يقول الكذابون لن يدخلوا ملكوت السماوات. كذابين مش هيدخلوا السماء.
والكذب طبعا دي صفة من صفات الشيطان. الشيطان لقبه ربنا يسوع له المجد بلقب ايه؟ الكذاب. إذن الكذاب الأول هو الشيطان، زي ما كذب على آدم وحواء، ما هو كذب وقال لهم مش هتموتوا وهم ماتوا بسبب الخطيئة، لكن كانت أول كذبة ايه؟ اغلط ما يهمكش، كذبة. طلع انه لو يغلط هيدفع ثمن صعب قوي. واي خطيه بيبقى الشيطان في ودانك بيقول الكذبه نفسها القديمه دي، اغلط هيحصل ايه يعني؟ كذبه لا هيحصل مصيبه طبعا، كفايه ان انا هبعد عن ربنا، وكفايه ان انا هبقى فريسه في ايد الشيطان، كفايه ان الخطيه دي ممكن توديني جهنم، والخطيه دي ممكن اتادب عليها تاديب صعب. لكن كذبه، الشيطان يهون لك أول غلط قبل ما تغلط، ويضخم لك أول غلط بعد ما تغلط. كذبة تاني، كذبة تاني يقول لك مفيش غفران، زي ما قال لك خطية سهلة حصلش حاجة، يرجع يقول لك خطيتك صعبة قوي وملهاش حل وملهاش غفران، والاتنين كذبة. شوفوا بقى لما واحد بيكذب بيبقى بالظبط ماشي ورا الشيطان، بيقلده بيبقى تبعه، عشان كده سماها لسان كاذب. خلي بالكم هما قديس أو سليمان الحكيم هيربط السبع خطايا بسبع حاجات في البني آدم، بدأ بالعين وبعدين ينزل للسان، وبعدين يتكلم على الإيد، وبعدين يتكلم عن الرجل، وبعدين القلب، عشان يقول إيه كل حاجة ليها خطيئة. فأوحش ما في العين التعالي، وأوحش ما في اللسان الإيه؟ الكذب. الكذب وحش ليه كمان؟ لأنه يعطل التوبة. الكذاب بيلجأ أنه يكذب فيغطي على خطيئته، فالكذب دايما بيشبهوه بورق التين. لما آدم وحواء غلطوا حبوا يغطوا على عملته، فغطوا بكذبة وغطوا بورق تين. ربنا ما عجبوش ورق التين، لأن ده ما يغطيش العملة، لازم ذبيحة، لازم دم. فالإنسان يغلط ويكذب يقوم يغطي الغلط، بينما الحل إيه؟ يغلط ويتوب فيشيل الغلط. إذن الكذب ضد التوبة. أنت لما بتكذب بتتجمل، فبيتهيأ لك أنه الخطية اتغطت أو ما حصلتش. لا، الخطية موجودة ورصدها وحش، والكذب ده مش هيغطي على خطيتك. داود لما أخطأ فوقع في الزنا حب يغطي على عملته، فكذب، كذب كذا كذبة. الأول استدعى الراجل عشان قال إيه يعني يرجع لمراته وتتغطى الحكاية، وما قالوش أنا مستدعيك ليه كذب، لأن الراجل ده في الحرب يعني، قال له أنا محتاج بس أطمن على الحرب. وبعدين فضل يشجعه يدخل بيته، الراجل مرضاش يدخل بيته. أم كذب كذبة صعبة جدا، بعت في إيده جواب مقفول ليؤاب رئيس الجيش يقول له صدره في الوش وسيبه يموت. إلى هذه الدرجة الراجل واخد جواب بأعدامه بإيده ومش دريان. ده كذب بقى إيه؟ فن كده. وطبعا كل ده خد عليه داود تأديب فظيع بعد كده. فالكذب مش دايما بيبقى كذبة صريحة، لا ده ساعات تبقى كذبة إيه ملونة كده، أو يعني محبوكة. حنانيا وسفيرة وقعوا في كذب، يعني كونهم حبوا الفلوس برضو غلط، لكن الأوحش من حب الفلوس أن هم كذبوا على رجل الله. في إيه لما تقولوا لبطرس إحنا استخسرنا الفلوس، إحنا ما قدرناش نجيب كل الفلوس، إحنا بصراحة مش عاوزين ندي الكنيسة غير 5% 10%، ما تقولوا ما كانش هيحصل حاجة، إنما هم كذبوا. أوحش ما في خطيتهم دي أن هم كذبوا، وكذبوا على رجل الله. تصوروا لما واحد يكون يعني بيكذب على أب اعترافه، طب ده له غفران؟ مالوش غفران خلاص. انت بتعترف ليه؟ انت بتضحك على روحك؟ ما هو التائب لازم يجي يشكي نفسه لأب اعترافه. عشان كده احذروا من التجمل في سر الاعتراف، لازم الواحد يبقى يعني صريح جدا مع أب اعتراف، حتى لو تجملت قدام الناس وده غلط، إنما قدام أب اعترافك تتجمل. أنت جاي تقول أنا وحش، مش جاي تقول أنا كويس.
احكي لكم حكايه دايما افتكرها هنا. خدمت في السجون فتره، وكاهن القديم اللي بيخدم في السجن حكى لي حكايه لذيذه. قال لي كان بياخد اعترافات، فالمسجون قعد يعترف بحاجات كتيره، سرقه ومش عارف ايه، وبعدين قال له وبكذب. قال له لا، يعني فضل يعترف، وبعدين اداله الحل. اتاري وهو بياخد الحل سرق ساعه ابونا. فبعد الحل قال له نسيت اقول له قدسك ان انا لسه بكذب، عشان يقول انه هو سرق يعني وبيكذب. طبعا مثل هذا الانسان يظن ان الحل غفر له خطيته. لا، هي مش لعبه ومش تمثيليه، التوبه هي التوبه في الاخر. عيون متعاليه، لسان كاذب، ايدي سافكه دما بريئا. هنا تلاحظوا ان فيه تصاعد. ما هو العين المتعاليه واللسان الكذاب ما يستبعدش ان الايد تموت. وفي الكتاب المقدس في ايادي كثيره سفك الدم بريء، اولهم قايين مثلا. قايين سفك دم بريء، عشان كده المسيح ذكر دم هابيل وقال سياتي على هذا الجيل كل دم زكي سفك على الارض من دم هابيل، ما ينساهوش ربنا. وفي ناس لما تسفك الدم البريء تغسل ايديها، زي عملت مين بقى؟ عملت بيلاطس. بيلاطس قال مش انا اللي موتته، عاوز يبرئ ضميره. هو فعلا ما صلبوش بايده، بس هو بيلاطس خد الحكم. بس هو عاوز يقول اليهود زقوني. طب هي اليهود زقوك تبقى انت بريء؟ لا. لغايه النهارده بقى التاريخ كله يسجل ايه؟ صلب في عهد ايه؟ بيلاطس البنطي. خلاص لبستك، اغسل ايديك من هنا ل 100 سنه. هو ده يطلعك بريء؟ لا، انت سفكت دم بريء. ففي واحد يشارك في مؤامره وبعدين يقول لا مش انا، بص مش انا دي، قولها قدام الدنيا، اضحك على الناس، اطلع من حكم قضائي على الارض، لكن قدام ربنا، قدام ربنا في حاجه زي كده؟ زي حكايه ايه؟ اخاب. اخاب الملك كان نفسه ياخد حقل نابوت اليزرعيلي. نابوت مش عاوز يبيعه، فاخاب اتضايق. قامت ايزابل عملت هي المؤامره، وجابت شهود زور واتهموا الراجل نابوت اليزرعيلي ده تهمة الفتنة، ان هو جدف على الله، والتجديف اللي يغلط في ربنا كان يرجم حسب الشريعة، ورجم نابوت. هنا اخاب شارك ما شاركش، فاخاب نازل ياخد الحقل بقى بعد موت الراجل ده. قام جاله ايليا ودخل الحقل، قال له انت قتلت. هو طبعا ضميره بيقول له ايه؟ انا ملياش زور، انا ما عملتش حاجة. لا طبعا، أنت سفكت دما بريئا، وقال له دمك هينزل في نفس المكان. هل ينفع أخاب يقول له لا مش أنا؟ مش أنا دي تقولها للناس. أيوة مش أنت فعلا حرفا، لكن المؤامرة دي كانت عشان مين؟ وأنت سمحت لمراتك تعملها ليه؟ وأنت غرضك إيه من ده كله؟ مش أنت اللي كسبت من ده كله؟ إذا هناك من يسفك الدم البريء، لكن ما تلبسوش التهمة. وللأسف في قصص كتير على الأرض كده، يطلع واحد منها وكأنه بريء. اللي بيصدر الإرهابيين الشباب ويزقهم يقتلوا الناس الأبرياء، وهو يقول أنا ما مسكتش بندقية ولا رميت قنبلة. أيوة هو ما مسكش بندقية ولا مسه ولا عمل حاجة مباشرة، بس هو سفك دما بريئا، لأنه هو اللي بيزق الناس على كده، هو اللي بيعلم بكده. فالأيدي السافكة دما بريئا دي مهما كذبت قدام ربنا مكرهة الرب. ربنا بيكره الظلم وبيكره الأذى، مهما كان يخدع الناس ما يخدعش ربنا. نمرة 4، قلب ينشئ أفكارا رديئة. والتعبير ده من دقته بيفكرنا بما قاله رب المجد يسوع له المجد لما قال إيه؟ من القلب تخرج الأفكار. المسيح قال كده، فسليمان قال المعنى ده، قال قلب ينشئ أفكارا رديئة. يعني إيه؟ الفكر الرديء يطلع من جوه. هنا دخلنا بقى من بره لجوه، من أول العين المتعالية سلوك في تعالي، واللسان الكذاب برضو كلامه،
والإيد السافكة دم بريء، ده تصرف. إنما دخلنا على إيه؟ ما وراء كل ده إيه؟ قلب. القلب هو اللي ورا ده كله. ما هو القلب المتكبر يخلي العين تعلي، والقلب المظلم يخلي اللسان يكذب، والقلب اللي بيكره الناس يطلع إيد سافكة دم بريء. فدخلنا إلى العمق بقى الأفكار، لأن قبل أي فعل هناك فكر. افتكروا القاعدة دي، قبل أي فعل هناك فكر. عشان كده احنا لما نصلي نقول الخطايا التي صنعناها بالفعل أو بالفكر أو بالقول أو بجميع الحواس، عشان عارف